بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. والنهارده هتكون مباراه قمه بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي في الاسبوع العشرين من الدوري الممتاز المصري لكره القدم. عوده مره اخرى للنادي الاهلي في المسابقه المحليه بعد ما خلاص بقى الحمد لله رب العالمين وصلنا للدور النهائي، وانجاز تاريخي ما يحققوش غير النادي الاهلي، الوصول لنهائي البطوله الافريقيه لخامس سنه على التوالي. وان شاء الله البطوله باذن الله تبقى للنادي الاهلي. طبعا الحمد لله رب العالمين المهمه تمت بنجاح، تخطي عقبه مازيمبي في الدور قبل النهائي ومحقق مكسب كبير جدا 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 في دور قبل النهائي. خلي بال حضراتكم احنا بنتكلم على الادوار النهائيه، الادوار النهائيه بيبقى دائما الفرق واحد، ده اتنين بالكتير قوي لما يبقى بينك وبين الخصم فرق اتنين، انما تكسب تتعادل هناك وتكسب على ارضك بثلاثيه نظيفه وبسم الله ما شاء الله اداء ونتيجه. ممكن الاداء يكون اختلف شويه، الشوط الاول مش زي الشوط الثاني، الشوط الثاني كان اقوى كان اسرع، الجمهور عمل ملحمه تاريخيه. نتكلم على النادي الاهلي والانجاز التاريخي، لا والجمهور عظمه على عظمه، جمهور النادي الاهلي عظمه على عظمه، مفيش اروع من كده، مفيش اجمل ولا احلى من كده، مفيش اعظم من كده. جمهور النادي الاهلي هو اللعيب رقم واحد، جمهور النادي الاهلي هو اللي دايما بيصنع الفرق معانا. طول عمرنا بنعتمد اعتماد يعني شبه كبير جدا 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 على جماهيرنا. وجماهيرنا بتبقى دايما في الميعاد. زي ما شفنا لوحه جميله جدا جدا الماتش اللي فات رسمها جمهور النادي الاهلي. وعزف كمان مقطوعه لعيبه النادي الاهلي في الملعب، مقطوعه موسيقيه ولا اروع، وطلعنا كسبانين 3-0. مكسب كبير، مكسب تقيل، مكسب يفرح، مزعل ناس كتير، او ناس تانية، بلاش ناس كتير عشان الكتره دايما عندنا. مزعل ناس، زعلان ليه؟ هو مين اللي زعلان؟ اللي ما بيشجعش النادي الاهلي، اللي ما بيحبش النادي الاهلي. طب ده انت منظرك وحش قوي يعني. ما بنتكلمش عليهم كلهم طبعا، انا بنتكلم على البعض يعني. اللي طلع يتكلم مش هنديهم اكتر من حقهم، مش هنعمل لهم قيمه، مش هتكلم على اللي قالوه، ومش هتكلم مش هرد عليهم. بس هو حضرتك ايه الضرر اللي واقع عليك؟ ايه الضرر اللي واقع عليك لما الكبير وصل لنهائي دوري الابطال كعادته في الخمس سنين الأخيرة وقرب بعون الله بدون مقاطعة من حصد البطولة إن شاء الله رب العالمين. هو ده سيد أسياد إفريقيا بالأرقام وبعد كده لما تيجي تشوف المنافسين بعد النادي الأهلي تلاقي اللي بعديه مثلا 50-60% فارق البطولات إن ما كانش 100%. طيب اللي بيتكلموا دول بقى كانوا بيتكلموا ليه؟ هو اصلا حضرتك مشارك في البطوله؟ او يعني الفريق اللي انت بتميل ليه او بتشجعه مشارك في البطوله؟ طب انت معترض ان النادي الاهلي خد حقه؟ ما ياما النادي الاهلي اتظلم لما ياخد حقه مره ولا مرتين ولا 3 مرات نقول ان الحكم جامله. ده عشان خد حقه. اللي دايما بيبقى مهضوم، اللي دايما بيبقى مغلوب على امره النادي الاهلي بسبب التحكيم. لما ناخد حقنا مره، وبالمناسبة السيدة ماريا اللي كانت قاعدة على ترابيزة الفار بره، لو نفتكر حضراتكم مع بعض ماتش اتحاد العاصمة، بينالتي كهربا، نفس البينالتي اللي اتحسب لاتحاد العاصمة، وعملت نفسها مش شايفاه ساعتها. طيب هي قعدت في الدوري الأفريقي في ماتش سان داونز لما الجول بتاع سان داونز، حارس المرمى بتاع سان داونز مش عايز اقول ركب، موت بيرسي تاو، ولا كانها شافت حاجه في الفار. يعني الست ماريا دي ظلمانه قبل كده مرتين في بطولتين، لما تدينا حقنا تبقى جملتنا. الهدف غير شرعي بشهاده كل الحكام، بشهاده كل خبراء التحكيم، ويتلغي عشان لمسه اليد. ووضع وضع طبيعي، وضع طبيعي وحاجه طبيعيه. حتى اللعيب نفسه بتاع مازيمبي قال لك الكوره جت في ايدي، يطلع واحد يقول لك ايه؟ لا ده المخرج عمل شغل في الكوره. اذا كان الراجل نفسه اعترف ان الكوره جت في ايده، اللعيب نفسه اعترف ان الكوره جت في ايده، هو انت مصري ولا بس بتشجع اي فريق ضد النادي الاهلي وخلاص؟ اي فرقه قدام النادي الاهلي، ولما النادي الاهلي يكسب عن جداره واستحقاق، لا اي حاجه بقى. ده النادي الاهلي كسبان بثلاثيه، وعايز اقول لحضراتكم حاجه، النادي الاهلي عنده افضل من كده 100 مره، وطالع كسبان بثلاثيه، والناس او بعض اللي هم مش مشجعين النادي الاهلي زعلانين قوي ان النادي الاهلي وصل النهائي، فعمالين يتكلموا عن اي حاجه وخلاص. هو عايز يعمل ترند، فهيتكلم عن مين؟ هيتكلم عن النادي الاهلي. الغريبه ان اللي بيتكلموا دول هم بيشجعوا النادي المنافس للنادي الاهلي. النادي المنافس للنادي الاهلي وصل للنهائي وربنا يبارك له لا بيتكلموا عن النادي الاهلي، ما زالوا بيتكلموا عن النادي الاهلي. يا عم خليك في فرقتك وافرح واتبسط، وما اصل بتتكلم عن النادي، زي ما واحد يقول لك ايه ده النادي الاهلي في كاس العالم. النادي الاهلي في كاس العالم، هو حد وصل غير النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ لما تتكلم عن النادي الاهلي في كاس العالم للانديه اللي هيتلعب في امريكا 2025 بتتكلم عليه من دلوقتي بصوره سلبيه. هو في حد وصل غير النادي الاهلي؟ هو في حد عامل لك تاريخ بره غير النادي الاهلي؟ هو في حد عامل لك انجازات تاريخيه بره غير النادي الاهلي؟ ما تجيبوا الارقام ونشوف. في النادي الاهلي ده فوق كده لوحده، في حته لوحده، وبعد كده احنا بنقول منافسين تحت. لما تيجي بقى بالارقام هتفوجئ بحاجات غريبه جدا جدا. هاتوا الارقام كلها، هاتوا البطولات كلها، بص على الدوري والكاس وكاس افريقيا كل البطولات، هتلاقي النادي الاهلي بمراحل يفوق بقيه الانديه بما فيهم المنافسين اللي بيقولوا عليهم منافسين. عجبني قوي، بس عشان تعرفوا رؤيه وفلسفه النادي الاهلي، عجبني قوي الكابتن محمود الخطيب في جمله قالها حلوه قوي. قال لك احنا النادي الاهلي انجازات، الانجازات دي بقت خلاص، بقت تاريخ، الانجازات بقت تاريخ خلاص، فاتت الانجازات دي، اتعملت. لكن احنا بنسعى دايما لكتابه تاريخ جديد. خلاص الانجازات دي خلاص قفلنا عليها. كان قال قبل كده برضو احنا بنكسب بطوله بنطفي اللمبه بتاعه البطوله ونفتح لمبه جديده بعديها على طول. ده في ناس بتاخد بطوله تفضل مولعه اللمبه دي ومنوره اللمبه دي لحد اللمبه ما تفرقع، وهم ما خدوش بطوله ثانيه. فعشان كده النادي الاهلي في حته ثانيه، النادي الاهلي في حته ثانيه خالص. والنادي الاهلي عمره ما بيتكلم على حد ولا بيبص على حد. النادي الاهلي معانا طبعا كابتن محمود الخطيب، وفي اجتماعه مع اللعيبه بالرغم ان هو بيمر بظروف صحيه صعبه شويه، ولكن ده كان قبل السفر حتى لمازيمبي. كابتن محمود دايما متواجد، وبنتفائل دايما ان هو بيكون موجود في المناسبات دي، وربنا يسهل ويقدر ان شاء الله باذن الله يسافر مع الفرقه النهائي الافريقي باذن الله رب العالمين في تونس. اللي بتكلم عليه ان النادي الاهلي ملوش دعوه بحد، النادي الاهلي عارف سكته، عارف طريقه. عشان كده تلاقي النادي الاهلي في حته والباقي كلهم في حته، مع احترامي للباقي، مع احترامي لبقيه الانديه. لما تيجي تتكلم بالارقام لا، مفيش منافسه. لما نيجي نتكلم بالارقام مفيش منافسه، انما في اول وتاني. الاول احنا عارفينه والتاني برضه عارفينه، فدايما النادي الاهلي سكته عارفها وماشي في سكته. خد بطوله خلاص، خد بطوله ايه؟ ده احنا كنا بناخد البطوله، الماتش يخلص الساعه 6 7:30 يقول لك خلاص ما احنا عندنا ماتش كمان 3 ايام، زي ماتش النهارده ده، زي ماتش النهارده. بمناسبه ماتش النهارده، لو بصيتوا حضراتكم ما دي ضريبه النادي الاهلي لازم يدفعها، لازم يدفعها. احنا النهارده يوم 1 مايو، يوم 11 مايو يعني 10 ايام، هنلعب في ال10 ايام دول 4 ماتشات، 4 ماتشات. ويقول لك هو النادي الاهلي بيتاجل له ليه؟ اقول لك النادي الاهلي بيتاجل له ليه؟ قلتها قبل كده مره واثنين وثلاثه، لانه مشارك في بطوله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه المنافس ما كانش مشارك فيهم. ويقول لك ده النادي الاهلي اتاجل له ماتشات، والنادي الاهلي، النادي الاهلي المنافس ليه نادي الزمالك لعب اكتر من النادي الاهلي ماتشين، والنادي الاهلي لعب في 4 بطولات ما كانش متواجد فيها نادي الزمالك. ويقول لك النادي الاهلي بيتاجل له، بيتاجل له. طب اتفضل الضغط اللي على النادي الاهلي، 10 ايام تلعب 4 ماتشات، 10 ايام تلعب 4 ماتشات. لا وايه، وعندك بعديها نهائي افريقي، عندك نهائي افريقي منهم سفر لتونس. فانت بتتكلم عن ايه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ انت بتتكلم عن النادي الاهلي نادي يعني عامل لك فخر واعتزاز كبير قوي 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 بره بلدك على المستويات الافريقيه والدوليه، وكمان صاحب ارقام وانجازات، مش بيروح كده ويخسر البطوله ويمشي، ولا يخسر ماتش ويمشي، ولا ياخد بطوله ويقعد عليها نايم 10 سنين. لا لا، مش ده النادي الاهلي. عشان كده بقول لحضراتكم لا، النادي الاهلي ليه هدف معين. وعلى فكره اهداف النادي الاهلي لما نيجي نتكلم على اهداف النادي الاهلي، من ضمن الاهداف البطوله، ولكن المحافظه في نفس الوقت على القيم والمبادئ والثوابت اللي وضعوها عظماء النادي الاهلي في مختلف السنين لما بنتكلم عن النادي الاهلي. فعشان كده مش هرد على الصغار اللي بيتكلموا على النادي الاهلي، بس لازم تعرفهم حجمهم فين، لازم تعرفهم حجمهم قد ايه، حجمهم قد ايه. هو بيتكلم على النادي الاهلي عشان يتشاف بس، انما هو مقتنع بينه وبين نفسه داخليا لا، ان النادي الاهلي ده في حته ثانيه خالص، في حته ثانيه خالص. ده اقرب فريق للنادي الاهلي، عايز له 50 سنه عشان يوصل لانجازات النادي الاهلي. فيعني خلي الصغيرين يتكلموا، مش هنرد عليهم، بس لازم نوريهم عظمه النادي الاهلي اللي هم عارفينها كويس قوي 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 قوي، وعظمه جمهور النادي الاهلي اللي شفناه الماتش اللي فات. نفسي المنظر ده يبقى في ماتشات الدوري، نفسي يعني العوائق كلها تروح ويبقى المنظر المتواجد ده جماهير النادي الاهلي العظيمه زي الماتش اللي فات، ماتش مازيمبي. اتمنى اشوف الكلام ده في مباريات الدوري، حتى وان كانت الساعه المقرره حتى الان 10000 متفرج. بصوا والنبي، بصوا الحلاوه، وبصوا عظمه جماهير النادي الاهلي، بصوا عظمه جماهير النادي الاهلي. لا وبعدين ده الاستاد كله كان محمر، بص الاحمر، بص اللي زي كانه زي موحد، كانه زي موحد. جمهور الاهلي يعني بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على 70-80% من غالبيه الشعب بيشجعوا النادي الاهلي. بص عظمه جمهور النادي الاهلي، بص جمهور النادي الاهلي اللي بيصنع الفرق كل ماتش وكل بطوله مع لعيبه النادي الاهلي على مدار السنين. هو ده جمهور النادي الاهلي العظيم، واحنا ما بنقولش العظيم كده من فراغ. اديكم شايفين عظمه جمهور النادي الاهلي. وعلى فكره الكلام ده من زمان قوي، الكلام ده من زمان قوي، حتى والفرقه مش في افضل حالاتها بتلاقي جمهور النادي الاهلي هو اللعيب رقم 1، هو صاحب الانجازات، هو صاحب البطولات، هو اللي بيوقفنا على رجلينا. هو لو النادي الاهلي زي اي فريق وبتحصل له كبوه، ده احنا بنشوف فرق بيحصل لها كبوات 10 سنين، يقول لك معلش اصل هو مش عارف عندهم مشاكل، اصل مش عارف القد ماله، اصل مش لاقيين قلم يجيبوا حد جديد يأيدوه، اصل. والنادي الاهلي ما بيتكلمش، ظروف بتبقى صعبه جدا 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 في بطولات كتير. خلينا في السنه دي، خلينا في السنه دي كام بطوله اشترك فيها النادي الاهلي من بدايه الموسم؟ بدانا ببطوله، بدانا بماتش بطوله كاس السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه، وبعدين الدوري الافريقي، وبعدين كاس العالم للانديه، وبعدين كاس السوبر في الامارات اللي ما كانش المنافس داخل فيه. بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ايه ولا ايه؟ بتتكلم عن سكه صعبه جدا 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 للنادي الاهلي، ومع ذلك ومع ذلك مطالب النادي الاهلي في كل بطوله، لان دي ضريبه ان هو يجيبها. يعني جماهيره لا احنا داخلين بطوله جديده، خلاص احنا نسينا اللي فات، زي ما قال الكابتن محمود الخطيب احنا خلاص بنطفي لمبه عشان تولع لمبه جديده، بحصولك على بطوله جديده. خلاص التاريخ او اللي حصل، الانجازات اللي حصلت دي بقت جزء من الماضي، بقت تاريخ. احنا بنسعى لكتابه تاريخ جديد، هو ده شعار النادي الاهلي دايما، ودايما البطولات بتبحث عن النادي الاهلي. دايما البطولات بتبحث عن النادي الاهلي. طبعا مش عايز اقول ان شرف لينا الانتماء للنادي الاهلي، وشرف لينا كجماهير ان احنا بنشجع النادي الاهلي، وشرف لينا كمنتمين للنادي الاهلي وكنا لعيبه في وقت من الاوقات في النادي الاهلي ان احنا عندنا الجمهور العظيم دوت. تعالوا نروح لمراسل قناه الاهلي الزميل محمد توفيق يطمنا على احوال الفريق في مقر الاقامه ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. تابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، كل سنه وحضرتك طيب وكل عمال مصر طيبين وبخير. بمناسبه احتفال بعيد العمال، تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي مباراه الاهلي والاسماعيلي في اطار مباراه الجوله 20 من الدوري المصري الممتاز. بالطبع مباراه في غايه الاهميه في اطار حرص النادي الاهلي على حصد مزيد من النقاط في رحله حفاظه على لقبه العام الثاني على التوالي والوصول للقب 44 من مسابقه الدوري المصري الممتاز. النادي الاهلي استعد لهذه المباراه بشكل قوي جدا ومكثف على طول عقب الفوز على مازيمبي الجمعه الماضي ب6 اهداف مقابل لا شيء والوصول للنهائي الافريقي. الفريق على طول من يوم السبت كابتن ايمن استعد وابتدى استعداده لمباراه اليوم امام النادي الاسماعيلي. مران السبت يمكن بدا بمحاضره فيديو لمستر مارسيل كولر اتكلم فيها مع اللاعبين عن كل ما يخص ماتش مازيمبي وكل المواقف الفنيه داخل المباراه. من بعدها على طول المجموعه اللي ادت بشكل اساسي مباراه مازيمبي خلوا تدريب استشفائي في الجيم الخاص باللاعبين داخل النادي الاهلي. في مخاض باقي اللاعبين طبعا مطعمين ببعض العناصر من فرق الناشئين بالنادي الاهلي. مباراه وديه مصغره على ملعب مختار التتش بالجزيره. يوم الاحد منح مستر مارسيل كولر اللاعبين كلهم اجازه طبعا لتخفيف الاحمال البدنيه في الفتره الاخيره وضغط المباريات. يوم الاثنين كان الفريق يعني استأنف تدريباته مره اخرى بتدريب قوي جدا شهد مشاركه جميع اللاعبين. بالامس الثلاثاء يمكن الفريق اختتم استعداداته لهذه المباراه بتمرين قوي جدا بدا فيه تمام 4 عصرا. ابتدى بمحاضره فنيه مستر مارسيل كولر اتكلم عن كل الجوانب الفنيه فيما يخص مباراه اليوم امام النادي الاسماعيلي. من بعدها بعض التدريبات البدنيه، من ثم تدريبات الكره، واختتم المران بتقسيمه قويه جدا كل اللاعبين ادوا فيها بشكل اكثر من رائع لحرصهم على الوجود في التشكيل الاساسي لمباراه اليوم. بعدها اختار مستر مارسيل كولر 21 لاعب والسفر الى هنا الى محافظه الاسكندريه وبالتحديد مدينه برج العرب والدخول في معسكر مغلق داخل فندق الاقامه. الفريق يمكن وصل الساعه 9:30 مساء هنا كابتن ايمن تناول وجبه العشاء ومن ثم الجميع خلد للراحه. يوم النهارده الفريق بدا في فندق الاقامه في تمام الساعه 11 صباحا بتناول وجبه الافطار. الساعه 12 زي ما تعودنا مع مستر مارسيل كولر التدريب الخفيف داخل الفندق. الساعه 3 تناول اللاعبين وجبه الغداء في المطعم المخصص ليهم هنا داخل جنابات الفندق. حالا دلوقتي وانا مع حضرتك المحاضره الفنيه واخر اللمسات الفنيه على خطه المباراه. ان شاء الله نتمنى التوفيق لمستر مارسيل كولر في اختيار الاستراتيجيه المناسبه والتشكيل الانسب، وكمان نتمنى التوفيق للاعبين والتنفيذ يعني بشكل اكثر من رائع داخل المستطيل الاخضر. كمان بنتمنى التوفيق لطاقم تحكيم المباراه اليوم بقياده الدولي احمد الغندور حكم ساحه ومساعديه احمد حسام طه ويوسف البساطي وحكم رابع مبروك نبيل، وعلى تقنيه الفار مع طارق مجدي ومساعده مصطفى الشهدي. بالطبع كابتن ايمن مباراه كبيره جدا ذات اهميه كبيره خاصه مع الناحيه الجماهيريه، واحده من المباريات الكلاسيكيه في الكره المصريه ما بين النادي الاهلي حامل اللقب والبطل التاريخي لمسابقه الدوري المصري الممتاز وكمان النادي الاسماعيلي احد الانديه الجماهيريه الكبرى. ان شاء الله نتمنى المباراه تخرج بمستوى فني اكثر من رائع تمتع كل جماهير الكره المصريه، وبالطبع الفوز والاداء الاحسن والثلاث نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي. دي كانت كل اخبارنا وكواليسنا من هنا من داخل فندق الاقامه. كلمه ليك كابتن ايمن ووزير من الارقام والاخبار والتحليل والمتعه. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. محمد نقل لنا الكواليس زي ما حضراتكم شايفين اهو على الشاشه، لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني في الفندق قبل المغادره لملعب المباراه. بمناسبه ملعب المباراه، علشان بس برضو في كلام كتير دايما بيتقال في ماتشات الاسماعيلي، يقول لك ان مش عارف اصل الاسماعيلي ما بيلعبش على ارضه، ولا النادي الاهلي بيلعب على ارضه. هو استاد برج العرب دوت ملعب النادي الاهلي؟ لا مش ملعب النادي الاهلي. ملعب استاد القاهره هو ملعب النادي الاهلي، عشان بس ما حدش يزايد في النقطه دي، ما حدش يزايد في الحته دي. النادي الاهلي ملعبه استاد القاهره، فالنادي الاهلي والنادي الاسماعيلي بيروحوا هما الاثنين بيلعبوا في استاد برج العرب، بيلعبوا في استاد برج العرب، استاد برج العرب مش استاد نادي الاسماعيلي، واستاد برج العرب برضو مش استاد النادي الاهلي، مش ملعب النادي الاهلي. طبعا اتكلم محمد عن جاهزيه الفريق، وعايز اتكلم عن رؤيه بقى مستر كولر، رؤيه مستر كولر الفتره اللي جايه. انا قلت لحضراتكم 10 مباريات، 4 مباريات في 10 ايام، 4 مباريات في 10 ايام، وبعد كده عندك نهائي افريقي غصب عنك. كمدير فني هيلجأ لموضوع التدوير ده مليون المية، مليون المية هيلجأ لموضوع التدوير للحفاظ على لاعيبته من الاجهاد واللي راجع من الاصابه ومن الاصابه وضغط المباريات المتتالي، ده مليون المية. هي بس انا كان ليا وجهه نظر بسيطه، بس احنا عندنا توقف دولي يوم 27. كابتن حسام حسن طلب انضمام اللعيبه الدوليين لمعسكر المنتخب، هي كانت المفروض يوم 3، كابتن حسام عايزها اسبوع قبل، عايز اسبوع قبل. هو اكيد كابتن حسام اللعيبه دي مش غريبه عنه، واللعيبه دي برضه مش غريب عليها الكابتن حسام. طيب انا ليه بضغط النادي الاهلي ده جامد جدا 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 وهو بيمثل مصر، واضغطه اعمل له 4 ماتشات في 10 ايام، لا واخد كمان اللعيبه بعديها مباشره بعد نهائي افريقيا مباشره اوديهم معسكر منتخب مصر؟ طب الضغوط اللي فيها النادي الاهلي دي كلها وبيلعب باسم مصر وفخر للبلد وصائد بطولات، صائد ايه ده، حاصد البطولات النادي الاهلي. الوضع الطبيعي ان انا اراعي شويه النادي الاهلي، حتى الاسبوع ده، اللي هو اصلا الكابتن حسام حسن عايز فيه اللعيبه الدوليين، كنت قسمت الاربع 5 ماتشات بتوع النادي الاهلي عليهم، على الفتره من دلوقتي لحد كمان الاسبوع اللي هو الكابتن حسام حسن عايزهم فيها بدري. يعني الوضع الطبيعي ده، الوضع الطبيعي اللي يتعمل. كابتن حسام ليه رؤيه، على عيني وعلى راسي، على عيني وعلى راسي. واتحاد الكوره لازم يبقى ليه رؤيه، اتحاد الكوره لازم يبقى ليه رؤيه، ولازم يقف مع الفريق اللي بيمثل مصر في بطولات مختلفه، مع الفريق اللي بيرفع راس مصر في جميع البطولات، مع الفريق المجهد وعليه ضغوط جامده جدا. هو انت بتديني ضغوط في ضغوط انت عايز توقعني؟ كنادي اهلي عايز ايه؟ ما عندي الوقت اهو. انا بقول لحضراتكم في اسبوع كامل بعد نهائي افريقيا بتاع النادي الاهلي يوم 25، في اسبوع كامل لحد التجمع الدولي، ما كان ممكن ترحل لي الماتشات دي، الاربع 5 ماتشات اللي احنا كنا هنلعبها كانت تتلعب الفتره دي، يتلعب فيها ماتشين ولا يتلعب فيها 3 ماتشات بالكتير، وبعدين الفتره اللي بعدها العب ماتشين كمان. يا سيدي ريح لي حتى لعيب، بلاش ماتشات بعد كده، اللعيبه تاخد نفسها، ده اللعيبه هتروح المنتخب واقعه، اللعيبه هتكون واقعه بدنيه، دي مش مصلحه المنتخب. هو يعني لو فكرنا بس، هي مش موضوع اهلي وزمالك لا، لو فكرنا عمليا شويه، منطقيا شويه، هو ده الوضع الطبيعي اللي المفروض يتعمل. مش هضغط النادي الاهلي، والله عنده ماتشات متاجله، ايوه ما انا كنت نايم في السرير ولا نايم وحاطط رجل على رجل وانت بتاجل لي ماتشات، لا ما انا مضغوط، انا كمان انا كنادي اهلي مضغوط. انا ده سبحان الله، ده يعني ربنا يكون في عون اللعيبه والجهاز الفني. احنا بنقعد ننتقد ونتكلم والتشكيل والتغيير واللعيبه والله العظيم ربنا يكون في عونهم. احنا كان ايامنا زمان كنا بنلعب ايه؟ ماتش كل 5-6 ايام، وكانت البطولات معروفه، بطوله افريقيا، بطوله الدوري، وكاس مصر، وفي الاخر دخلت البطوله العربيه كده شويه. انما كده انت بتتكلم على ايه؟ احنا مره حسبناها لحضراتكم من بدايه الموسم، نادي الاهلي لعب كام مباراه، حسبناها بالايام وكم بطوله وسافر ازاي وكميه الاصابات ازاي والاجواء مختلفه ازاي. طب انت كاتحاد كوره دي بسيطه جدا، لو يعني لو اتحسبت بالورقه والقلم انت في نفس الوقت هتراعيني وهتراعي ظروفي اللي المفروض اي حد يراعيها، اللي المفروض اي حد يراعيها للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت تحافظ على لاعيبتك اللي في منتخب مصر اللي اغلبهم من النادي الاهلي. يعني هي تفكير بسيط، تفكير عملي، وفي نفس الوقت انت بتحافظ على لاعيبتك، بتحافظ على منتخبك، منتخب مصر اللي ليه اولويه وليه افضليه، والافضليه والاولويه ان احنا نوصل كاس عالم. ده الهدف الاسمى دلوقتي. الهدف الاسمى دلوقتي ان احنا نوصل لكاس العالم، ان شاء الله نوصل لكاس العالم. بس في نفس الوقت كابتن حسام ليه رؤيه، كابتن حسام حسن ليه رؤيه، اتحاد الكوره لازم يكون ليه رؤيه بما يخدم مصالح الجميع. بما يخدم مصالح الجميع. النادي الاهلي، النادي الاهلي، بقول النادي الاهلي ليه؟ لان النادي الاهلي هو اكثر المتضررين. والكره المصريه. لان منتخب مصر احنا بنقول اغلبيته منين؟ من لعيبه النادي الاهلي. اذا المنتخب متضرر. المنتخب متضرر، هي بس عايزه فكر بسيط. افكر لمده دقيقتين. وتقول لي ما انت ساعتها هتقول لي ايه؟ هيقول لك ما النادي الاهلي عليه 15 ماتش متاجل، ولا احنا لعبنا 11 ماتش بس، النادي الاهلي عليه 9 ماتشات. يا سيدي ايه المشكله لما يبقى ماتش هيترحل من ضمن الماتشات بعد كده؟ ده ماتش، انا بتكلم على ماتش. ما انت هتلاعب النادي الاهلي 4-5 ماتشات في الفتره دي، هتستغل الاسبوع اللي هو بعد نهائي كاس افريقيا. بدل ما يروحوا المعسكر بدري، يا سيدي يلعب ماتش ويريحوا شويه وبعدين يروحوا المعسكر فريش، يروحوا المعسكر من غير ضغوط، من غير اجهاد بدني، من غير اصابات ان شاء الله. ربنا يبعد عنهم الاصابات. انما كلها مش لصالح النادي الاهلي بس، لصالح الكره المصريه، لصالح منتخب مصر. بس عايزه فكر. والفكر مش موجود. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس للحديث عن حاله عن طاقم تحكيم مباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا.